السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في درس جديد من دروس المستوى الابتدائي. في درس اليوم ان شاء الله غادي نعرفوا كيفاش كنحسبوا الاعداد الكسريه، جمع الطرح والضرب والقسمه، بواحد الطريقه تكون بسيطه ومفهومه ان شاء الله ومنظومه للجميع. تري بيان، دونك مثلا ناخذ واحد العدد، ولا قبل ذلك نعرفوا شنو هما بعد الاعداد الكسريه. اذا الاعداد الكسريه هما كل الاعداد اللي كيكون فيهم واحد الكسر، الفوق كيكون البسط، لتحت كيكون المقام، مفهوم؟ مزيان. الأعداد الكسرية بحالهم بحال الأعداد ديال العمليات الأخرى، يعني كيخضعوا لعملية الجمع والطرح والضرب والقسمة. نبداو بالجمع، كيفاش كنديروا الجمع ديال الأعداد الكسرية؟ ناخذ واحد المثال اللي هو مثلا 3 على 5، 3 على 5 زائد مثلا 2 على 5. هادو جوج اعداد كسريه، خاصني نعرف المجموع ديالهم. طريقه بسيطه، دائما ملي كيكون عندي جوج اعداد كسريه لهم نفس المقام، هذا المقام 5 5، اذا كان عندهم نفس المقام راه مباشره كنكتب تساوي، كنعاود كنكتب ديك 5، والفوق كندير الجمع، 2 زائد 3 كتساوي هي 5، 5 على 5 تساوي 1. دونك هذا فيما يخص عمليه الجمع إذا كانوا عندي المقامات متساوية. نشوفوا الحالة الثانية فاش كيكون عندي مقامات مختلفة. مثلا غناخدو العدد 2 مثلا على 5 زائد مثلا 3 على 4. دونك هنا اشنو كنلاحظ؟ كنلاحظ أن 5 ماشي هي 4، إذا فهما مقامات غير موحدة، يعني غير متساوية. باش كندير التساوي كندير واحد القضية اللي هي كتسمى جمع الطرفين جداء البسطين في جداء الطرفين في جداء الوسطين. بمعنى كناخد هاد جوج 4 كنضربها، يعني الضرب ديالهم كنزيدو لهذا الضرب. غندير تطبيق عددي باش نفهمو أكثر. كندير واحد القصر يكون كبير، وهنا كندير اش مع عملية كتبان ليا هنا بالعلامة اللي درت، هي علامة الضرب. بمعنى 2 في 4، ها هي 2 في 4 زائد 3 في 5، 3 في 5 مقسومة على 5 في 4، 5 في 4. وكنحسبو مباشرة الجمع ديالنا بطريقة بسيطة، 2 في 4 8 زائد 3 في 5 15 على 5 في 4 هي 20، مفهوم؟ دونك كتعطيني 15 زائد 8 هي 23 على 20، وبالتالي هنا أكون أجبت عن الجملة. إذا هذا الحالة الأولى شفناها هي هذه، والحالة الثانية هي هذه. تخي بيان، ندوزو دابا للطرح. بالنسبة للطرح غناخدو تقريبا نفس العدد، دونك ناخدو 3 على 5 ناقص 2 على 5. الملاحظة الأولى اللي كنشوف هي أنهما لهم نفس المقام بحال الأولين، دونك مباشرة كندير العدد ديالي، 3 ناقص 2 هي 1، 5 كتبقى 1 على 5. بطريقة بسيطة احنا لقينا يعني طرح عددين كسريين. غنشوفو دابا الطرح، دونك نفس الطريقة غادي نتبعها. لاحظوا معايا في هاد الحالة عندي 5 هنا و 4 هنا، يعني مقامات غير موحدة. دونك اشنو غادي ندير؟ كندير نفس الطريقه اللي درنا قبيلات، دونك هي هذه، هي عمليه الضرب، كتساوي كنكتب واحد الكسر كبير. تري بيان، وكنجي هنا كنكتب عندي 6 في 4، اذا 6 في 4 بحال الطريقه الاولى، ولكن هنا عوض ما ندير زائد كندير ناقص، ناقص ناقص ماذا؟ 3 في 5، 3 في 5 ضارب 5 في 4، 5 في 4 كتساوي، كنحسب المجموع ديالي شحال، 6 في 4 24 ناقص 3 في 5 15 على 20، وكنلقى الجواب كتساوي 9 على 20. إذا احنا سالينا طريقة، يعني الحالة الأولى والحالة الثانية بحال الجمع بحال الطرح. ندوزو مباشرة دابا الضرب ونحتفظوا بنفس الاعداد الكسريه.
عندي مثلا 3 على 5 وبين 3 على 5 مضروبة في 2 على 5، شنو كنلاحظ؟ يعني عندي مقامين مش موحدين، ولكن في هذه الطريقة شنو كندير؟ كندير مباشرة ملي كيكون عندي الضرب، كندير البسط في البسط اللي هو 3 في 2 على المقام في المقام، يعني 5 في 5، 3 في 2 كتساوي 6، 5 في 5 تساوي 25. هذا إذا كان عندي، هذه هي الحالة الأولى مثلا. الحالة الثانية مثلا 3 على 5 ضارب 2 على 5 كتساوي ماذا؟ كتساوي في هذه الحالة 3 باردون، نختار مثال مثلا إذا كان عندنا واحد المقام مختلف الآخر 6 مثلا، دونك شنو كنقولوا؟ 3 في 2 البسط في البسط المقام في المقام، 5 في 6 كتساوي هي 6 على 30. مفهوم؟ ندوز دابا لآخر حاجة هي القسمة. إذا قلنا الحالة الأخيرة هي حالة القسمة، إذا كان عندي قسمة عدد كسري على عدد كسري آخر، دونك بحال 3 على 5 مقسوم على 2 على 5، دونك شنو كندير؟ كندير العدد الكسري الأول كنكتبو، ها هو 3 على 5، ولكن ما كنديرش مقسومة، كندير ضارب مقلوب العدد الثاني. أشنو هو المقلوب ديال 2 على 5؟ كنقلبوهم، كنطلعو 5 الفوق و 2 لتحت، دونك كتولي 5 على 2، وكنحسب مباشرة كيما شفنا في العدد الأول، يعني 3 في 5، 5 في 2 كتساوي مثلا 15 على 10. إذا هذه الطريق اللي كانت، هذه الطرق اللي كانت باش نحسب الأعداد الكسرية. أتمنى أن تعجبكم الطريقة، لا تنسوا الاشتراك في قناة إضاءة من أجل التوصل بجديد دروسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.